بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في قناة أرابيلا. تنرحب بكم فيديو جديد وإن شاء الله نال إعجابكم وتتبعاتكم ليها، وتلقاكم في أتم الصحة والعافية والهناء وانتما كتشاهدوها. فدائما جديد المستلزمات والمنظمات والأدوات والأجهزة والأثاث العملي لتتميز التكنولوجيا المدهشة، لأكيد أكيد غادي تنال إعجاب ديالكم وغادي تستفدوا كذلك منها. وبهذا فهذا الفيديو كله أفكار إفادة بالنسبة للتنظيم والترتيب والديكورات الحصرية وآخر مستجدات في عالم الأدوات المنزلية. فكما تشوفوا معايا أدوات جد جد عملية، وغادي تستفدوا كذلك مساحات أخرى في المنزل ديالكم أو المطبخ اللي بحجم اللي هو صغير تتناسب مع جميع مساحات الشقق الصغيرة والاقتصادية والمطابخ والحمامات وكل مرافق المنازل. فخليكم مع تتمة الفيديو إلى الآخر. نتمنى لأول نوبة يكتشف القناة أنه ينضم لها ويشترك بالضغط على الجرس باش توصلوا بكل جديد إن شاء الله بالفيديوهات المقبلة بإذن الله. كما تنذكركم إلى عجبكم الفيديو ما تبخلوش على أختكم باللايكات تشجيعا لنا للقناة، وكذلك باش يقدر الفيديو يوصل ويتقترح كذلك على الناس المهتمين بهذا التطور المدهش التكنولوجي المفيد لنا جميعا. فكما تتشوفوا معايا أحدث المستلزمات والمنظمات والأدوات والأجهزة الأثاث العملي لتسهل علينا العمل والراحة في منازلنا. فيمكن لكم تأخذوا أفكار بالنسبة للمنازل ديالكم أنتم كذلك. هذه المجموعة من الأدوات والمستلزمات اللي كنحتاجوها تتسهل علينا وتتوفر لنا الوقت والمساحة. ومننساوش أن معظم هذه الأجهزة والأدوات تتمتاز بجودة وفعالية ممتازة، وكذلك طريقة استخدامهم مريحة بزاف وموفرة للوقت مع تصاميم غاية في الأناقة والجودة. فكما تتشوفوا معايا يمكن لكم تستعملوا هذه الأدوات بسهولة،